لكم سيدتي سادتي انستي اعزائي النظار الكرام، فضل النقل المباشر بالضبط من قاعه مولاي يوسف مدينه خريبكه من اجل نقل اطوار مقابله القمه اللي كتجمع بين متصدر الترتيب فريق طيط من الليل امام المطارد المباشر مولوديه خريبكه. اش غيعمل بالكره ديالو؟ طالبي كيقطف قطفه قويه وتدخل جميل الحارس ايوب تويجر اللي كيخرج كره الركنيه من مرتده مرتده لطيط من الليل وعز الدين حط شباك فارغه حداري جول 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 لطيط من الليل. طيط من الليل كيف تسجيل عن طريق اللاعب اسامه الرويس بعد خطا فادح للحارس عز الدين حرجي، استغل اسامه الرويس وافتتح تسجيل. اذا النتيجه كتغير في قاعه مولاي يوسف وكتعرف الجديد هدف لطيط من الليل من توقيع الرويسي او الرويس اسامه بعد خطا فادح للحارس عز الدين حرجي. يا الهدف الاول لطيط من الليل غيحرك المقابله. عصام كيلعبها جميله لعند طالبي بقذفه جول 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 مولوديه كتعدل الكفه وبسرعه عن طريق لاعب وعميد وقايد فريق مولوديه خريبكه محمد طالبي اللي استلم وقذف قذفه قويه بالرجل اليسرى كترتطم في دفاع طيط من الليل وكترجع الكره امامه وبقذفه قويه اخرى ما كيوجدش عناء في وضعها داخل مرمى حارس ايوب تويجر وكيغير النتيجه وتصبح التعادل 1-1. شوط جميل مثير هيتشكوكي، نتمنوا تكونوا مستمتعين رفقتنا في صفحتنا المتواضعه الفجر. الناوي كيستلم الخالد والشطاره والمهاره لعز الدين حرشي اللي دخل في الزمان والمكان المناسبين والكره عند خالد. خالد الله 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 بيشنيت بانيلكا سموها كما شئتم. اللاعب خالد كان غيوقع على هدف عالمي ببيشنيت بانيلكا. العريضه كتنوب على الحارس عز الدين حرشي اللي نابت عليه القائم والطالب عند شاريه حداري عبد الله وبرافو برافو. الكلمه الاخيره لحارس مولوديه خريبكه عز الدين حرشي كيلعبها وكيدخل خالد والحكم كيعشر ضربه خطا ومرتده للمولوديه الطالبي حداري. اي 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 برافو خالد. خالد كيكفر على الخطا ديالو وكينقد تينقد فريقه من هدف محقق من مرمى لاعبي الكبار وكيودع الكره في مرمى الحارس عز الدين حرشي كيغير النتيجه وتصبح 2-1 لطيط من الليل. اي 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 مباراة جميلة مثيرة مجنونة 2-1 لطيط من الليل في لقاء جنون مثير. نتمنوا تكونوا مستمتعين في ضربة خطا حذاري حذاري من قذف الطالبي. الطالبي كيستعد كيطيب ودائما الحارس تويجر في الزمان والمكان المناسبين كيتدخل وكينقض مرمى من هدف ثاني وكيعلن على ركنية دائما لمولودية خريبكة. الهداف قناص مرعب الحراس دائما النجم وقيدون فريق مولوديه خريبكه محمد طالبي اللي كيوقع على ثنائيه وهدف التعادل لمولوديه خريبكه في هذه اللحظات بعد مرور 17 دقيقه في مقابله مجنونه مثيره هيتشكوكيه سموها كما شئتم. ونتمنى تكونوا مستمتعين رفقتنا. الحارشي عز الدين تيحول دون ذلك بينما مزيان كيستلم كيلعب جميل عند طالبي لامورتي اجمل حذاري من طالبي هدف الناس المرعب الحراس عالمي هاتريك للطالبي الدولي اللاعب الدولي الطالبي محمد اللي ما وجدش عناء استلم بطريقه اجمل حصر الكره بطريقه لاعبي الكبار توغل داخل مربع العمليات راوغ المدافع وما وجدش عناء فيركا الكره داخل مرمى الحارس تويجر وكيغير النتيجه وتصبح 3-2 لمولوديه خريبكه بعد ما قلبات طويله على طيط من الليل اللي كانت متفوقه على مرتين هي اللي كانت متفوقه في التسجيل كما كنشاهدوا المولوديه الخريبكيه كتقلب طويله على طيط من الليل وكره اسامه رويس اسامه رويس كيهدا خالد خالد كيقذفها ودائما الكلمه الاخيره اللي حارس مولوديه خريبكه عز الدين حرشي اللي من المنبر كيتوغل داخل وسط الميدان وجه لوجه مع الطالبي اسامه جميله لعند خالد والحرشي جول 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 تعادل تعادل لطيط من الليل ومن نجم الفريق اسامه بعد ما توغل من وسط الميدان قذف دخل حرشي على مرتين واسامه ما كيوجدش عناء اشتباك فارغه في وضع الكره داخل المرمى حارس عز الدين حرشي كيغير النتيجه وتصبح 3-3 في لقاء جميل مثير مجنون هيتشكوكي سموه كما شئتم نتمنوا تكونوا مستمتعين. طالبي كيقذف قذفه قويه والشطاره والمهاره الحارس تويجر اللي بعد الكره للشرط شرط دائما خريبكي
غيلعبوه على راه عند سفيان كريم، سفيان كريم عند خالد، حذاري من خالد لاعب موهوب ومهاري وشاب من مؤهلات. او يا 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 دور 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 رابع رابع وطيت من لين بعد تبادل كروي جميل اختسموا اللاعب رقم جوج سفيان كريم ودع الكرة في الشباك وغير النتيجة 7-4-3 اللي طيت من لين. هاي 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 مقابلة جميلة وبقى ثلاث دقائق على نهاية المقابلة كتعرف 3-4 التفوق طيت من لين فضل لحظات طيت كيضيفوا الهدف الرابع الطالب صلاح أخرى في مرتدة. هاي 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 صلاح نسل هاي 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 اكتساح كل لمولودية خريبكة وانتحاريين لاعبي فريق طيط من لين تدخلات انتحارية أمام مرمى كينقضوا مرماهم كيدافعوا عليه بسالة وبانتحارية ضربة مرمى ضربة مرمى كيلعبها زيان كيحضرها لعند عبد العاطي عبد العاطي خالد خالد عند حمزة حذاري من هذا اللاعب اوي 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 خالد سلم لف راوغ بطريقة جميلة وقذف ولكن الكلمة الأخيرة لحارس مولودية خريبكة عز الدين الحرشي 15 ثانية برافو الشطارة المهارة الحارس طيط من الليل تويجر حذاري هدفة قوية وكيدخل الدفاع وفي هذه اللحظات نهاية المقابلة المثيرة المجنونة بتفوق فريق أمال طيط من الليل فوز من رحم المعاناة من عنق الزجاجة لكن تازع فوز زمين تيخول له الالتقاء الصدارة متفوقا على رجاء أكادير وعلى بعد 6 نقاط على مولودية خريبكة. إذا هنيئا لطيط من الليل هنيئا لمولودية خريبكة شكرا لكلا الفريقين على الطبق الكروي جميل اللي قدموا لنا. إذا ما بقى لي سيدتي سادتي سوى أن أودعكم فأمل اللقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله. كان معكم عبد ربي محمد دعمان وإلى اللقاء.